بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي الطلبة ورحمة الله وبركاته. شرحنا في الموضوع السابق أنه السب كولينج والسوبر هيتينج. الآن السب كولينج والسوبر هيتينج نقوم به بواسطة الهيت اكسشينجر. هاي بعض المنظومات استخدمت ليكويد سكشن تو هيت اكسشينجر. هذا ليش استخدموه؟ وجدوا أنه الغاز الخارج من ايفابوريتر لكي اضمن انه يكون محمص، يعني نخليه يكتسب حراره اكثر حتى يكون محمص، حتى ما يدخل الضغط بقطرات من سائل الغاز او سائل المائع. لضمان هذه قلنا لازم نخليه يكتسب حراره حتى يكون محمص. هذا الكسب الحراري ليش يكسبه من الخارج ويكون طاقه متبدده؟ وكذلك تبريد المفرط للسائل الكوندنسر من 3 إلى 4 همت، يعني يراد له فد وسيلة ثانية لكي نحصل على التبريد المفرط، كأنما نستخدم مثل ما قلت لكم ماي أو هواء بقطرات الماء. فلهذا ارتأوا إلى تواجد الهيت اكسشينجر في بعض المنظومات. هذا الهيت اكسشينجر شو يقوم؟ أولا الموقع راح يكون ما بين هو دمج ما بين خط السائل الخارج من الكوندنسر اللي هو رقم 3 وما قبل الاكسبانشن فالف، سميناهم خط 4 بعد الاكسبانشن هو 5، والخط الثاني اللي هو خط انابيب الخارج من الافبرات اللي بيه الغاز المشبع ويمر ايضا مع الخط الثاني خط السائل بالهيت اكسشينجر ويخرج بنقطة رقم 1 اللي هي تذهب الى الكمبرات. هذا خط الخارج من الإيفابوريتر قلنا في المحاضرة السابقة أنه يخرج يا أما مشبع أو بقطرات مائع التثليج، فيكون هنا في هذا المنطقة هي تبادل حراري. يسحب خط الغاز المشبع يسحب الحرارة من خط السائل المشبع لضمان، يعني هذا هو جاهز للتبخير، فيسحب الحرارة ويخرج لنا ماء محمص. وكذلك إن هذا التبريد هو سائل مشبع، لكن من يتبرد أكثر وسحبنا من عدة الطاقة الكامنة أكثر يخرج لنا سائل مبرد اللي نسميها الصبكول. هاي الإجراءين اللي هو السوبر هيت والصبكول مثل ما قلنا يتم بثبوت الضغط، يتم بثبوت الضغط. فهنا الترقيم اختلف عندنا، يعني من 1 إلى 2 أوكي، إذا 3 هو هذا نفسه الضاغط وبعدين كونديسر سائل مشبع، من 3 إلى 4 هاي منطقة الهيت اكسشينجر صارت، ومن ثم اللي اكسبانشن فالف اللي هو صمام التمدد إجراء الثروتلينج من 4 إلى 5، ومن 5 إلى 6 اللي هي الإيفابوريتر، من 5 إلى 6 الإيفابوريتر، ومن 6 إلى 1 اللي هو أيضا مر بالهيت اكسشينجر. الحرارة المكتسبة من قبل الغاز المشبع هي نفس الحرارة اللي مطروحة، باعتبار الهيت اكسشينجر هو معزول، فما يطرحه خط السائل ويسحبه خط الغاز، ولذلك راح نسوي هيت بالانس. والهيت بالانس انه H3 - H4، هذا خط يعني الدلتا اتش مع الانثالبي اللي هو الحراره المفقوده تساوي لي H1 - H6 اللي هي الحراره المكتسبه من قبل خط الغاز. فهذا هيت بالانس للهيت اكسشينجر اللي موجود، ما مفقود يساوي ما مكتسب، لان وين يروح هي الحراره بس بهالمكانات هذه. ماشي، هذا الرسم اللي هو يمثل الهيت اكسشينجر، او ترسمه بخط ثاني، يعني انا شفتك وجماعه شويه مرات يخربطون بي، نرسمه بنفسه 1 2 3 4 هاي الاساسيه، والهيت اكسشينجر ممكن انه نضيف له هذا الرسم اللي على شكل نقاط، هذا نقول له هاي سب كول وهذا السوبر هيت. فيا اما تريدون هالرسم هذا او هذا الرسم اللي ياهو اللي يساعد، ما اي واحد اللي يفتهم ياهو اللي يفتهمه او يعجبه يشتغل به، ما عندنا مشكله. نسوي هذا المثال اللي هو على الهيت اكسشينجر. يقول الريفرجرنت
22 vapor compression system include a liquid to suction heat exchanger in the system. Heat exchanger is installed to warm the saturated vapor coming from the evaporator from minus 10 to 5 degrees centigrade. هذا اللي خليته لتسخين خط الفيبر البخار الى من ناقص 10 سويته 5 درجه مئويه. With subcooling the liquid coming from condenser at 13 degrees centigrade. اللي جاي من الكوندنسر اللي هو هذا خارج من الكوندنسر 30 درجه مئويه هو الإجا بس أنا بردته يعني مو وصلته 30 درجة مئوية لا بر منه 30 وبردته بعد أكثر ما أعرف درجة الحرارة اللي برد بيها. The compression are isentropic الانضغاط isentropy يعني ideal المنظومة وعليه راح يقول calculate the coefficient of performance of the system without the heat exchanger. طبعا هنا السؤال الاول او المطلب الاول انه هاي المنظومه كانما ما بها هيت اكسشينجر حتى يقارن بين الموجود الهيت اكسشينجر او without heat exchanger. Put with the condenser temperature at 30 درجه مئويه and the evaporator temperature of minus 10. هذا كانما هذا المطلب انه قلنا منظومه اعتياديه ideal بدون هيت اكسشينجر المحددة ما بين 30 والناقص 10 اللي هي ترسم كل سهولة 1 2 3 4 محدداتها 30 ومحدداتها ناقص 10 درجة مئوية وبس نطلع القيم مثل ما علمناكم قيم الانثالبي نقدر نستخرج السي او بي اللي هو معامل أداها للمنظومة. المطلب ب اللي هو calculate the coefficient of performance of the system with the heat exchanger. هنا نريد معامل أداء مع وجود ال heat exchanger. والمطلب C if the compressor is capable of pumping 12 liter per second. هاي ال V dot. ما دام بالليتر يعني ال V dot. Measured at the compressor section هذه مقاسة بخط السحب section خط السحب يعني نقطة رقم واحد. What is the refrigeration capacity of the system without the heat exchanger. هنا هم يريد ال capacity يعني القدرة الكلية للمنظومة بدون heat exchanger و with the same compression capacity نفس هاي الكاباسيتي اللي طلعناكم اياها بسي. What is the refrigeration capacity of the system with heat exchanger. اذا اول مره يريد ال coefficient of performance with heat exchanger without heat exchanger ويريد الكاباسيتي مال المنظومه السيستم with heat exchanger without heat exchanger يريد يسوي مقارنه. What is the degree of subcooling obtained with the heat exchanger. هنا المطلب الأخير اللي هو يريد درجة حرارة ال subcooling مثل ما قلت لكم هنا ما مطيناها لأن هنا يقول سخنت الخمسة بينما هنا يقول بردتها من 30 وبردتها وتركها مفتوحة حتى أنت تعرف طريقة الإيجادها. نجي هسه أول مرة نحل with heat exchanger without heat exchanger اللي هي المطلب الأول وقلنا نرسم 1 2 3 4 الدائرة مالتنا ونستخرجها يا اما من التيبل او الغاز او من الشارت. فمن التيبل عندنا ناقص 10 اللي هي 0.1 او 0.6 في الرسم السابق او 0.6 في الرسم السابق اللي هي هذه فتطلع لنا الاتش 1 تساوي 401.555 كيلو جول بالكيلوغرام ومن الفيجر نطلع الاتش 2 نطلع ال H2 عند 30 درجة مئوية قلنا من سقطها 30 درجة مئوية نمد من 1 إلى 2 ايزونتروبي حتى نحصل ال H2 اللي هي طلعت 431 على مخطط ال R22 ومن التيبل إيجاد النقطة رقم 3 اللي هي H3 عند السائل المشبع وتطلع 236.664 وهذه بإمكاننا أن
كافيات انه نستخرج السي او بي اللي هو اتش 1 ماينس اتش 4 اللي هي مثل كيو ريفرجرنت على الدبليو اللي هو اتش 2 ماينس اتش 1 ونطبق مباشره تطلع عندي الكوفيشن اوف بيرفورمانس 5.46. هذه المخططات مالت الار 22 وهذا خط الثلاثين وهذا خط الناقص 10. هنا مع التقائه صار عندنا نقطه رقم 1 هذا باللون الازرق وامتدينا بثبوت الانتروبي الى تقاطع مع خط الثلاثين وصار عندنا نقطه رقم 2 ومشينا مع تقاطع خط السائل اللي هو 30 مع تقاطع خط السائل طلعنا نقطة رقم 3 ونزلنا بثبوت الانثالبي الى نقطة رقم 4 فاجينا للسي او بي قلنا اتش 1 ماينس اتش 4 على اتش 2 ماينس اتش 1 واستخرجنا السي او بي لهذه الدائرة المثالية اللي هي تمثل بدون هيت اكسشينجر والمحددات مالتها 30 درجة مئوية لدرجة الكونديسر ودرجة الإيفابوريتر ماينس 10. الآن شنو قال لي؟ قال لي السائل المبرد من خلينا هيت اكسشينجر بردت الغاز من ناقص 10 الخارجي من الإيفابوريتر إلى 5 درجة مئوية فأجي إلى نفس المخطط وبثبوت الضغط أمشي من نقطة رقم 1 اللي هي ماينس 10 وأمشي إلى أن ألتقي بالخمسة درجة مئوية مثلا أجي أقول هذا صفر هذا خط الصفر ما له علاقة به أصعد هاي الخمسة اللي يصير بالنص لين هاي 10 درجة مئوية فيصير ما بين خط الصفر وخط العشرة هذا بالمنتصف هذا من حددتها هذا صار هسه 5 درجة مئوية بثبوت الضغط على نفس الخط سقطت نقطة التقت الخمسة درجة مئوية مع الضغط أو درجة حرارة اللي هي الناقص 10 خط الضغط وحصلنا على نقطة رقم 1 هاي اللي بالأحمر هاي تمثل نقطة رقم 1 هسه هاي صارت 6 باعتبار هذه هسه تعدينا اللي هي خروج الإيفابوريتر ونقطة رقم 1 اللي هي اللي خارجة من الهيت اكسشينجر هذه منطقة الهيت اكسشينجر نقطة رقم 1 من عندها ايضا نصعد ايزونتروبي تلتقي بخط اللي هو رسمناه يا 30 درجة من خط الكونديسر ايضا رسمنا هاي النقطة تقاطعهم حصلنا على نقطة رقم 2 الان الكمبرسر صار هذا من 2 الى 1 اللي هو بالاحمر ومن 2 الى 3 هذا نفس الخط اللي هو هيت اكسشينجر طبعا من 3 الى 4 انا ما اعرف هو ايش قد مطيني اياه فهذه 4 و5 راح تبقى مجهولة عندي الحين ما القاها اهم شيء حصل ثاني 1 و2 بهذا المكان لان مطيني هو معلومة انه 5 درجة مئوية حصلت الواحد وحصلت الاثنين اجي الان اطبق الهيت بالانس الهيت بالانس اللي هو عندنا قلنا H1 ماينس H6 يساوي H3 ماينس H4 من أطبق هاي المعادلة طبعا أول مرة أستخرج يعني هسه H1 لازم أستخرج عن H6 عدي اللي هو H1 السابق خط التشبع و H1 أستخرجها الآن و H2 أيضا أستخرجها حتى أقدر أطبق الهيت بالانس H3 اللي هي موجودة نفسها عندي موجودة بالمثال يعني بالمطلب الأول مستخرجة اللي هي نقطة التشبع أو سائل المشبع الـ H3 ويبقى عندي المجهول H4 فمن التابل أطلع الـ H6 اللي هي H1 استخرجناها بالأول مرة اللي هي نفسها 401 555 ومن عدها اللي هي نستخرج الـ H1 اللي قلنا فرضناه هسه هو غير ذاك الـ H1 اللي هو هسه هذا الـ H1 اللي هنا مال هيت اكسشينجر اللي بعد إضافة درجة حرارة يطلع 411 يطلع 411 والـ H2 صعدنا من 1 إلى 2 الـ H2 طلع استخرجناها 444 الـ H3 هي نفسها بقت اللي هي 236 بقى بس الـ H4 فنستخدم الهيت بالانس اللي قلنا H3 ماينس H4 يساوي H1 ماينس H6 وكل هذه الموجودات ما عدا الـ H4 ما عدا الـ H4
ومن التحويل الرياضي راح يساوي لنا 226 الاتش 4 226، ونفس الاتش 4 يساوي اتش 5 اللي هي راح تكون بدايه دخول الافابوريتر. من 4 الى 5 هي الاكسبانشن فالف، ونقطه رقم 5 اللي هي راح تكون دخول الافابوريتر وبدايه الريفرجريشن افكت. وعليه فان السي او بي راح تكون من اتش 1 الى اتش 5، لان هذا كلها منطقه كسب حراري الى الغاز، فيكون اتش 1 ماينس اتش 5 السي او بي اللي هو هذا كله ريفرجريشن افكت على اتش 2 ماينس اتش 1 اللي هي شغل الضاغط اتش 2 ماينس اتش 1. طبقناها يطلع 5.7، يعني عند السي او بي كانت 5.4 صارت 5.7. الان صار عندي تحسن بالسي او بي معامل اداء بواسطه اضافه الهيت اكسشينجر. المطلب الثاني اللي هو refrigeration capacity without heat exchanger، طبعا الـ يعني يريد القدره اللي بالطن، قلنا الكاباسيتي هي سعه منظومه التبريد، فمن اجي هاي السعه اخليها ايش قد تحتاج اذا بدون heat exchanger. الان نقوم باستخراج الـ Q refrigeration اللي هي سعه التبريد، وهذه سعه التبريد تكون m dot في الـ Q refrigeration او m dot في دلتا h اللي هو الكيو ريفرجريشن. ام دوت ار هي ما عندنا الحجم، معدل التدفق الحجمي اللي هو الفي دوت ار اللي هو مطيني 12 لتر لكل ثانيه، على مقسم على الحجم النوعي في هذه المنطقه، منطقه السكشن اللي هي من نقطه رقم 1، لان هو محدد لي في منطقه دخول الكمبرسر. ونستخرج الحجم النوعي من الجداول او من الشارت، ونطبق القانون اللي 12 نضربه في 10 ناقص 3 حتى يتحول اللتر الى متر مكعب، وعلى ثانيه والحجم النوعي اللي هو بالمتر مكعب على الكيلوغرام، يختصران هذه المتر مكعب مع المتر مكعب لتكون النتيجه من ام دوت اللي هي تطلع بالكيلوغرام على الثانيه. وهنا دلتا اتش اللي هي اتش 1 ماينس اتش 4 واللي هي بدون هيت اكسشينجر، يعني الدائره الاولى بدون هيت اكسشينجر. طلع عندنا السعة 30 بوينت كذا كيلو وات، وتطلع 8.6 طن تبريد. الريفرجريشن كاباسيتي وذ هيت اكسشينجر، هنا الان نريدها ويا هيت اكسشينجر. ايضا الفي 1 هنا اختلفت عندي، ليش؟ لانه ال1 هنا صارت غير ال1 اللي من ساعة طلعناها اللي مكان الستة، ال1 هسه لا، خرجت بمنطقة التحميص اللي هي بعد التحميص، يعني اللي بعد الهيت اكسشينجر، وطلع الفي 1 كذلك 0.07. اجينا طبقنا نفس القانون، فالحجم قال نفس الحجم لانه قال نفس اللي معطيك اياه بالسي، والحجم النوع اختلف. التدفق هنا أنا بس بالافابوريتر، فلازم نختار من 6 الى 5 يا شباب، هنا تنتبهوا لي، اختارها من 6 الى 5 لان هذه المنطقه اللي صار بها اللي تفيدني كسعه تبريد، هاي المنطقه خارج سعه التبريد، كونه من 5 الى 6 هي منطقه الافابوريتر، وهي هاي الكيور ريفرجريشن اللي او سعه التبريد اللي نحتاجها. زين، بينما من 6 الى 1، من 6 الى 1 هي هاي دخول بالهيت اكسشينجر، فما تنفعني بسعه التبريد كمنظومه او كحاصله حصله، فنستخدم من اتش 6 الى اتش 5 بهاي المنطقه اللي هي هاي كيو ريفرجريشن اللي هو تفيدني في سعه التبريد للمنظومه، ونطبقهن تطلع 29.9 كيلو وات، واللي تمثل 5.5 تي ار، وتكون السعه مالتها اقل من هذه، وعليه فتكون الاصراف والتحسين اللي صار انه السعه قلت، وبهذه يعني قلت كانما الاصراف الطاقه والشغل. البوينت 4 اللي هي الاستخراج اللي هي منطقة السبكول. منطقة السبكول ايش عندي اني حصلت من الهيت بالانس، حصلت اتش 4 اللي هي 226. هاي الاتش 4 اجي وين ادخلها؟ ارجع
أخليها على الخريطة، عندي أجيب 226، هاي 10 هاي 20 صير 6، وأصعد بخط مستقيم إلى أن أقاطعها مع خط الضغط، أقاطعها مع خط ضغط الكونديسر. من تتقاطع مع خط ضغط الكونديسر أجي أشوفها هي صايرة وين، صايرة بين هذه منطقة العشرين تقريبا، صايرة على العشرين تقريبا، صايرة على خط العشرين. فإذا 20 درجة مئوية، 20 درجة مئوية بردت إلى أن صار 20 درجة مئوية، يعني من 30 إلى 20 تبرد 10 درجات، يعني ما بردت هنا ما حم... هذا اكتسب 5 درجات، يعني هنا من ناقص 10 إلى صار 5 درجة مئوية، صار 15 درجة مئوية صعد، هنا تبرد من 30 إلى 20، فقسم صار يعني من صارت التبريد من 30 إلى 20. فتي 4 20 درجة مئوية، وعليه فإن الديجري أوف سوف جول اللي هي مثل تي 3 ناقص تي 4 يعني 30 ناقص 20 اللي هي 10 درجة مئوية، وهي هذه الديجري أوف سوف جول. وبهذه انتهت محاضرتنا لهذا اليوم للهيت اكسشينجر. شكرا جزيلا لكم.